الحاكم الذي أصبح لقلقا، حكاية من التراث القديم. كان يا مكان في قديم الزمان وقبل مئات السنين، كانت طشقند أغنى مدينة في العالم. تجمعت في هذه المدينة جميع كنوز العالم، ودون شك كان حاكم طشقند أغنى رجل في العالم. سيدي سيدي سيدي، ما الأمر منصول؟ ألا يوجد عندك شيء يثير إعجابي؟ في الحقيقة هناك شخص يريد أن يريك شيئا مدهشا. ماذا؟ أحضره إلى هنا حالا. أنا هنا، اسمي قاشنول يا سيدي، أرجوك انظر إلى هذه، إنها مدهشة. ها؟ هذه ليست سوى علبة صغيرة. نعم نعم، ولكن داخل هذه العلبة يوجد مسحوق أسود قادر على تحويل أي إنسان إلى حيوان يا سيدي. ها؟ إذن باستعمال هذا المسحوق بإمكان الإنسان الذي يتحول إلى حيوان أن يفهم ما تقوله الحيوانات، أليس كذلك؟ نعم، عليك أن تقوم بشم هذا المسحوق وتقول متمول. وإذا أردت أن تعود كما كنت، اتجه إلى الشرق وانحني 3 مرات وقل موتامبول. ها؟ هذا مدهش، سوف أشتريها. طبعا يا سيدي، ولكن بشرط أن تفعل ما أقول. نعم. ها؟ عندما تتحول إلى حيوان لا تضحك، لأنك إذا ضحكت ستنسى كلمة السر وتبقى حيوانا. ها، فهمت، سأنفذ ما تقول ولن أضحك. قرر الحاكم أن يجرب مفعول المسحوق في ذلك المكان والزمان مع تابعه منصور. انظر هناك، أوه، طائر لقلق. سيدي، لابد أن لدى هذين الطائرين حديثا مثيرا. نعم سيدي. حسنا، لنتحول إلى لقالق. مسحوق رائع، أصبحت لقلقا بالفعل. رائع. أوه، أرجل طويلة، هل تتعشى؟ هذا الضفدع لذيذ. أحبه كثيرا، ولكن أريد أن أحافظ على رشاقتي لأنني أتعلم رقصة الباليه. واحد، جميلة جدا. ضحكنا. يا إلهي، ماذا نفعل؟ لقد نسينا. إذا لم تخني ذاكرتي، كان الاتجاه إلى الغرب، كلا إلى الشرق. لقد نسيت. أين الاتجاه؟ هي الكلمة ميتامو. وحاولا أن يتذكرا كلمة السر، ولكن لا فائدة، وهكذا أصبحا عاجزين عن الرجوع إلى الصورة الحقيقية. وفي أحد الأيام، إنه قاشنول، الرجل الذي خدعه. لقد خدعنا. يا له من مصير محزن، لم يكن هناك سبيل للرجوع إلى صورتهما الحقيقية، وهكذا غادرا المدينة وبدأ في رحلة لا يعرفان إلى أين ستقودهما. وبعد بضعة أشهر وفي ليلة مقمرة وصلا إلى قلعة مخيفة. ما هذا الصوت؟ إنه بكاء حزين. ها؟ لمن يا ترى؟ إنها بومة. أيتها البومة،
نحن متأسفان لإفزاعك، نحن لقلقان مسافران. سأل الحاكم البومة بكل لطف: أخبريني يا بومة، لماذا أنت حزينة هكذا؟ أرجوك أخبريني عن كل شيء. أنا لوثر أميرة الهند، رفضت أن أتزوج من قاشنال المحتال فحولني إلى بومة كما ترى. قاشنول، إنه نفس المحتال الذي حولنا إلى لقلقين. ما أغرب القدر، هذه هي قلعة قاشنول، وسيقيم قاشنول هذه الليلة حفلة عشاء فاخرة. من المحتمل أن يذكر كلمة السر التي نسيتماها. أرجوك خذينا إلى هناك، أرجوك. حاضر، سأخذكما إلى هناك، ولكن بشرط. شرط؟ أي شرط؟ تكلمي هيا. الشرط هو أن يتزوجني واحد منكما، وهكذا سيزول تأثير قاشنول علي حالا. أنا لا أتزوج ولا أنا. تعال تعال لحظة. وتناقشا فيما بينهما ليقررا من سيتزوج الأميرة. هل وصلتما إلى قرار؟ طبعا طبعا، نحن الاثنان نرغب بالزواج منك، ولكن نعم، لكني قررت أن أنسحب لصالح سيدي ليتزوجك. طبعا. وهكذا أرشدتهما البومة إلى طريق القاعة السرية حيث قاشونول والأشرار. قاشونول، ثم تحول الاثنان الى لقلقين. لا امل لهما في معرفة السر ابدا ابدا. ولكن اذا بطل التأثير سنكون في مأزق كبير، لاننا سنتحول الى لقالق. لا اريد ان اتحول الى لقلق. لا تقلق لا تقلق، من المستحيل ان يتذكروا كلمة السر. ما هو السر؟ اخبرني. ها ما هو؟ يجب عليهم أن يتجهوا إلى الشرق وينحنوا ثلاث مرات ويقولوا موتامبول. تذكرتها، موتامبول. ستموتون. هل تظنون بأنني سأترككم تهربون؟ أين الشرق؟ أين الشرق؟ أين الشرق؟ لن تستطيعوا الهرب أبدا. لن تفلتوا مني، لن تفلتوا أبدا. لقد أصبح الاثنان في موقف صعب. سأقتلكم واحدا تلو الآخر. في تلك اللحظة كانت الشمس تشرق بأشعتها على الداخل. الحمد لله، عدنا بشرا. نعم سيدي. ها البومة أين هي؟ شكرا لك يا عزيزي، شكرا جزيلا، شكرا. ها؟ ماذا؟ هل نسيتم البومة؟ إنها أنا.
بهر قلب الحاكم من جمالها الفائق. أنت؟ منصول، لقد قررت أن أتزوج هذه الفتاة، ما رأيك؟ وهكذا عاد الحاكم إلى مملكته وبصحبته زوجة جميلة.